وسهلا لمتابعي صدى البلد، معاكم آية عطف من الجونة. احنا بنتابع معاكم تغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. الأيام اللي فاتت من المهرجان شهدت فعاليات كتيرة جدا، وطبعا قدرت النجمة رانيا يوسف ان هي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على ريد كاربت أمس. ارتدت رانيا يوسف فستان اسود جريء جدا، وبكده بتعلن عودتها مرة أخرى لارتداء الملابس المثيرة للجدل بعد ما حرصت على ارتداء الملابس الهادئة في بداية أيام المهرجان. كمان كان في حدث مهم جدا، وهو إجراء فحص الـ PCR للضيوف الأجانب والعرب. طبعا إدارة المهرجان عملت الفحص ده عشان تتأكد من سلامة الضيوف وعودتهم بلادهم بشكل آمن. وطبعا كان في عربيات إسعاف موجودة طول الوقت لحدوث أي ظرف طارئ. ده غير الحرص المهرجان على ارتداء الماسكات سواء الفنانين أو المراسلين أو الصحفيين على الريد كارب. وكان في ممثلة مهتمة جدا بفكرة ارتداء الكمامة، وهي الفنانة أروى جودة، اللي حرصت في كل إطلالاتها تقريبا إن هي ترتدي الكمامة، وكمان كانت بتلبس الكمامة بشكل مميز تكون لايقة على اللبس اللي هي لابساه أو على الفستان اللي هي لابساه. النهاردة اليوم كان مزدحم جدا من الفعاليات. النهاردة اليوم السادس من أيام المهرجان، طبعا كان في عروض أفلام وندوات وريد كاربت. كان في ندوة الفنان أحمد مالك اللي اتكلم فيها عن فيلمه حارس الذهب، واللي اتعرض ضمن فعاليات المهرجان. وكمان اتكلم أحمد مالك عن آراءه الشخصية في الأفلام اللي بيشارك فيها أو الأعمال الدرامية. وقال مالك إن هو بيحب يقدم الأعمال اللي بيكون مقتنع بيها بشكل شخصي. وطبعا كان في مناقشات ما بين الحضور وما بين النجم أحمد مالك. كمان عندنا النهاردة عرض فيلم ليسن. الفيلم ده إنتاج مشترك ما بين المملكة المتحدة والبرتغال. بتدور أحداث الفيلم عن أبوين من البرتغال بيهاجروا إلى بريطانيا بصحبة أبنائهم الثلاثة بحثاً عن معيشة أفضل، ولكن للأسف بتحصل أزمة كبيرة جداً بتغير أحداث الفيلم، وهي بسبب معلمة ابنتهم الصماء اللي بتعتقد بشكل خاطئ أنهم غير قادرين على تربية أبنائهم، ولذلك بتنتزع السلطات البريطانية حضانة الأطفال الثلاثة، وهي بيدخل الأبوين في صراع طول الفيلم علشان يستردوا أبنائهم الثلاثة مرة أخرى. فيلم ليسن شارك في مسابقة أفاق في الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي. كمان كان في ريد كاربت خاصة بالفيلم النهاردة، حرص عدد كبير من النجوم على حضورها. كان من بينهم النجمة نجلاء بدر، والنجمة بشرة، والنجمة جميلة عوض، والنجمة داليا البحيري، والنجمة أحمد داوود. هنتابع معاكم الأيام الجاية باقي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة من الجونة.